ايدك ابني. وصل وصل حط الماي. ومي يعني مو صالح للشرب، بس احنا يعني اضطراريا يعني نفتح هذا المي، وخاصة بالصيف مي قليل عندنا بالصيف، ومي يعني مو نقي. نضطر نفور مي، نفوره على النار وبعدين يبرد وبعدين نحطه بالبطاله ونحطه بالثلاجه. واكثر الاحيان بنسمع هذا المي العادي انه يسوي امراض ويسوي تايفويد ويسوي كوليرا. الكوليرا بالعام الماضي، اما حاليا بهذا الموسم الصيف لم تسجل حالات من الكوليرا والحمد لله لحد الان، ولكن توجد لا زالت بعض الحالات بالتايفويد والتهاب الكبد الفيروسي.